بنحيي كل الستات اللي عايزين يتعلموا يطبخوا زينا انا ومنى كده، وبنرجع لمطبخنا، مطبخ ستات ما عرفوش يطبخوا. معانا صديقتنا ماجده من القاهره، ونورتينا يا ماجده. ورانا الله يخليك. اهلا بيكي مدام ماجده. انت مكسوفه ولا ايه؟ لا ابدا عادي. مش مكسوفه؟ لا عادي. طب قولي لي انت هتعلميني حاجتين صح؟ ايه وايه؟ فاصوليا خضراء بالتونه، تمام، وكفته بالايه؟ كفته بالبصل. بالطماطم والبصل. والبصل. طيب تقولي لي المقادير بتاعه الكفته بالطماطم والبصل عقبال ما انا اشيل الطاسه اللي هتتحرق دي من عندي. هو حالا طبعا مقادير الكفته اللي هو نص كيلو كفته، ها، وبصل حلقات. اقريها الاول، مش شرط تشرحي لي، اقريها على طول من الورقه. ماشي. نص كيلو كفته وبصل حلقات رفيعه، وطماطم برضو حلقات رفيعه، وبصل مبشور، وملح وفلفل، وملعقه زيت، وملعقة زبدة، وكوباية مية. طيب انت دلوقتي، انا بس اوطي كده النار لحسن احنا عليناها قوي. انت هتتبلي حاجة او هتعملي حاجة ولا؟ الكفتة. طيب يلا اجيب لك البولة. لو انت بتشتغلي ايه؟ لا انا حاليا ما بشتغلش. انت في البيت؟ حاليا ربة منزل. ربة منزل يعني. وده اهم حاجة، ما بتشتغليش. طيب. ايه؟ ده هو الشغل كله. قولي لي اجيب لك ايه؟ بس هنحط الكفتة وهنخلطها. انا عايزة بس جوان. عايزة تلبسي جوانتي؟ حاضر. اتفضلي. حلو الموضوع. يعني الكفته دي حاجه سهله. اتمنى ان انا كنت نفسي اتعمل. مش دي ممكن نسميها همبرجر؟ ايوه، هو يعني زي الهمبرجر كده بالظبط. يعني تحس ان هو همبرجر. هو الهمبرجر. بس يعني بيتي. انا كان نفسي حاجه بيتي نظيفه زي الفل. بس بيتي. صح تمام. قولي لنا عندك اولاد بقى مدام ماجده؟ عندي احمد ويمنى. ربنا معلماهم الاثنين المطبخ ولا؟ لا لا لا، ولا بتفرقي البنت لازم تتمرن؟ طلبة. لا 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 ابدا، هي بنت في مذاكرتها دلوقتي في ثانيه ثانوي، ها، واحمد في كليه هندسه. واحمد ربنا يخليهم لك. بس ما حدش بيساعدك في المطبخ؟ لا لا خالص. هيقعدوا هيبقى عندك مشكله كبيره جدا. ده انا صحيح. يعني انا بعاني منها دلوقتي. لو قلت لها مثلا اعملي لي اي حاجه او كده بجد ما بنبقاش عارفين يعني. انا اول بكلمك نقدر نشتغل. طيب يعني بجد ما نبقاش عارفين. مش بنتصنع. ناخد الكفته. تمام. ونحط يعني نصيحه من مفيده، يعني تنصحي اي ام تعلم ولادها هنا مفيده. لا يعني انا بجد انا دي حاجه مهمه جدا. انا نفسي اقول لكل اصدقائنا بجد وكل الامهات، علموا بناتكم وولادكم من فضلكم، دخلوهم المطبخ معاكم. دي حقيقه. ملح. ماشي. حطينا اللحمه والبصل. ملح. انا ايه؟ انت متفقه معايا ولا انت مش؟ طبعا لازم. شايفه كده. بس انا يعني فتره الدراسه يبقوا متفرغين للدراسه. لكن يومنا ممكن في الاجازه تدخل في الاجازه. في الاجازه. انا مامتي كانت نفس وجهه نظرك برضو. انا اكذب؟ طب ما هي بتسمعنا. لو انا قلت لك في الدراسه بتصعبي عليها، في الصيف تقول لك البنت بقى اجازه. هم يعني الجيل دوت غير ايه؟ يعني غير زمان شويه. مش يعني انا لا انا كنت يعني متعلمه، مامتي كانت بتعلمني يعني. رغم انك عندك مذاكره وبتبقي قاعده وبرضه. لا لازم متعلمه. جميل. بس مدام ماجده يومنا بتتعلم نفس الاكل التقليدي بتاعنا ولا حاجات جديده بقى وكده؟ ساعات اخترع لهم حاجات كده تقولي ماما بتخترع. طب حلو. انت دلوقتي حطيتي اللحمه. ربنا يستر. اللحمه مع البصل مع الملح مع البصل مع الملح والفلفل. تمام. وبتخلطيهم مع بعض. وبعد كده ايه بقى؟ بعد كده بقى بن ايه؟ اسخن بنعملها الكفته. احنا هنحتاج نضيف حاجه؟ طبعا هنقلي. طب ممكن ناخد زبده ولا انت مش محتاجه؟ ماشي. لا هحط انا ساعه ولا يهمك. يا ما كسرنا وحرقنا. يعني انا مش عايزاكي تقلقي. ساعديني كم مكعب؟ هم ال هحطهم. طيب تمام. طيب دلوقتي كده انا بنعملها كده. تمام كده. هتمسك وبعدين نفسها وبعدين احط عليها شريحه. انا هقول لك دلوقتي شريحه بصل وشريحه طماطم، وبعدين بنعمل كمان زيها كانه ساندوتش بس لحمه مفروم. وانت بتعملي الكفته بقى كده، عايزين نسالك يعني زوجك بيشوف ان الستات بيعرفوا يطبخوا ولا هو شايف ان هم لا رجاله اشطر يعني وبيعرف يعمل اكل مثلا؟ لا هو ما بيعرفش. لا هو بيعرف. طبعا الرجال. هو لا ما بيعرفش يعمل اكل. طب وبيعجبه اكلك؟ بتعمل طبعا. طبعا. طب كل سنه وهو بيعجبني. ما يقدرش يقول حاجه. انت قفلتيها بعد كده مدام ماجده؟ ايوه حطيت زيها. عملتيهم ساندوتش ورحتي قافلاهم. قفلتهم كده على بعض. تمام. بس لازم اقفله كويس علشان ما يفتحش وانا بقليه.
انت حطيتي في ال... حطيتي ايه تاني بقى؟ حطت البصل والطماطم والبصل شريحه بصل وعليها شريحه طماطم في حياتي شفتها وعليها نحطها بقى في النار. انا يعني عامله حاجات يعني حاجه جديده ما بشوفهاش تتعمل في البرامج يعني. طيب ممكن نحط هنا ايوه خلي بالك عشان هو سخن وانا بس ثانية اعمل تانية ونحطهم الاثنين. لا ما احنا هنطلع اللي احنا عاملينه جاهز عشان نلحق نخلص الوقت بتاعنا. شكلك جديد من الكفته الحقيقه يعني من الكفته العاديه. لا ما تخافيش الحمد لله. انا بقى ايه نعمل واحده كمان نعمل واحده كمان وهطلع اللي انا مجهزاه اللي انت كنتي مجهزاه برضه هو نفس الفكره صح؟ انا برضه احمره بس عشان وقت البرنامج. لا احمرها عشان احنا ناكل. الفكره انها لما بتتحمر بقى مفيده بتبقى جوسي قوي تطلع البصل والطماطم اللي جوه دي. وانا المهم عندي ما تفتحش يعني انا هو ده اللي كنت بسال عليه. ريحه الطماطم نعم ماشي. ما بحطش اي حاجه تانية معاها؟ وانا بحمرها؟ لا وانت بتحمريها لا. هنحط الوقت لما نطلعها البصل والطماطم برضه انا بس عليها. مجرد بخليها تاخد لانها لون تدخل الفرن بعد كده. هي مدام ماجده مجرد انها تاخد لون قبل ما احطها في الفرن اللون ما مش ما تحمرش قوي. لا ده كده اتحمرت انا كده حرقتها يعني. لا لا بقى ويلي. لا قولي ما عنديش اي مشكله ما احنا بنتعلم تبقى جولدن. اصل لما تدخل الفرن كمان ايه ده انتوا كلكم فرحانين فيا للدرجه دي؟ كل اللي فوق مبسوط. طب والله ما انتوا واكلين. ماشي اتفضلي. ماشي يا محمد. ولا حتى تقول ولا اكل حد فيكم. احنا كده بديها اللون. لا مش مشكله هي مصقع تبقى كويس. ربنا يخليكي ليا يا رب. عديها دي من فضلك علشان هم طيب. وعلى بالي حرام يا ماجده. عديها وانا اعدي لك. انا اعديها اللي انت عايزاه. على بال ما يتحمر ده هتعملي حاجه ثانيه؟ هتعملي السلط ولا ناخد ال ولا لا ما هو ده خلاص. ده خلاص انا هجيب لك الفايركس اهو حالا. هو بيدخل الفرن. ايوه ونرصه عشان نقدر نحط. حضرتك اتفضلي ممكن عشان نشوف مع بعض حضرتك هتشوفي. ايوه فكره جديده الحقيقه للكفته بصراحه يعني فكره جديده ولذيذه. وممكن تساندوتش الولاد في المدارس وكده لو قعدت حتى مش قوي على رف الثلاجه. تمام زي كده بنقلبها بقى على وشها. ما هي دي اتقلبت. فهمت انا كده. لا لسه شوية. لا دي احنا عندنا في الاستوديو بياكلوا الزلط. يعني 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 اقل من الني هم ما بياكلوش. احنا عندنا اكل حلو كل يوم يعني. اكل جميل ورائع يا مفيده يعني بياكلوا اكل حلو طبعا. طبعا ايديكي بالذات يا ملمون والله رفع معنوياتي. تمام حتى لو فتحت ما عنديش مشكله صح؟ مش لو واحده كلها يعني حته منها مش هتفتح كلها يعني مفيش مشكله. لا انا دلوقتي كده ممكن بعد كده بنحط بقى على كل واحده برضو شريحه بصل. تمام كده مفيش مشكله. مفيش فكره بسيطه يعني ما بتكلفش مجهود ولا خامات كتير حقيقه جميله جدا. انت ممكن انا اساعدك عقبال ما نطماطم. طب يعني الحق انا اعمل لك بسرعه. طيب واحط ميه على الزبده دي وبعدين لا في ميه صح كده كده بناخد على الصوص بقى بتاعه القلي الكفته. حط خفيف بس كده اوكي. واقوم ايه بعد كده عامله ايه بقى كده شويه بس يعني تغلي كده بس تاخد الطعم والتتبيله بس تاخد الطعم واقوم حطاها عليها وبعدين مدخلاها في الفرن. طب سيبيني اعمل ده. طب بتقعد قد ايه في الفرن مدام ماجده؟ الصلصه الفاصوليا الخضراء بالتونه. اوكي المقادير ربع كيلو فاصوليا خضراء فلفل الوان مكعبات اتنين يعني على حسب عدد الافراد يعني تلاته بيض مسلوق بصله مكعبات فلفل وملح وعصير ليمون وبرده طماطم مكعبات وملعقتين زيت زيتون وزيتون اسود شرايح. دي البوله هتجوانتي بقى عشان انا بس هسال سؤال. انا كده خلصتها احطها في الفرن تقعد قد ايه؟ نص ساعه يعني 10 دقايق ربع ساعة كده. مش خلص. كتير انا هحطها في تكمل سواها وتتحمر يعني كده تاخد وش الطماطم. نبتدي بقى السلطة مدام ماجدة. سلطة الفاصوليا بنحط الفاصوليا
نحط المكونات دي على بعضها. الفاصوليا دي مسلوقه بصل يعني سلقه مش قوي علشان كمان لونها يبقى اخضر تحتفظ بلونها يعني كويس، وتبقى فيها قرقشه شويه قرمشه يعني بتقرقش شويه مش مستويه قوي يعني، والبصل المكعبات تمام حاجه سهله دي، والطماطم المكعبات كله على بعضه، والفلفل الالوان مكعبات برضو السلطه احلى حاجه فيها منى الالوان فيها كل خلي بالك اللون دي علاقه بالغذاء يعني مكمل يعني بيكمل بعض الالوان دي بتكمل غذاء الاكل. باخد مثلا ممكن ما احطش التونه كلها على الوش يعني اخد كده شويه اخلطهم معاها وهي بتتقلب تمام والباقي بقى على الوش احطها على الوش زي جارنش. بمناسبه يعني الفاصوليا الخضراء كانت الدكتوره مها رميس معانا امبارح كده يا ماجده ومدام ماجده وكانت بتقول ان الاكل لما يبقى الخضار رو كده بيبقى فيه فوائد كتيره جدا ما بيفقدش قيمته الغذائيه طبعا كل ما يتقطع كبير ما بيفقدش الفوائد بتاعته. نحط بقى عصير ليمون معانا، عصير ليمون ده في الاخر. طب وزيت زيت تمام احنا كده خلصنا كده صح كده؟ طيب وبندمجهم مع بعض ولسه البيض صح؟ يبقى انا اطلع بس الاكلتين عشان ايه الجزر بتاعنا لا ملح كل اصدقائنا يشوفوه ملح خفيف عشان الزيتون طبعا وفلفل عشان الزيتون ما احطش كتير ده بعد مثلا نص ساعه بتطلع الكفته كده والسلطه لما بتخلص نقدر نزين بيها كده صح كده؟ يعني البيض للتزيين ملح وفلفل وطبعا بنقلبهم وبعدين ابتدي انا اقطع بقى ال وبعدين البيض. هجيب لحضرتك طبق الاول ممكن نعملها حبه صغيرين اتفضلي والسكينه شفتي ازاي انا بقيت هو طبق السلطه الحقيقه ده لوحده وجبه يعني للي عامل دايت بس من غير الفلفل الالوان ممكن يبقى تونه ومن انا من غير الزيتون وبيض مسلوق ومغذي وبروتين وكالسيوم وكل حاجه طبعا وبن انا عاملاه بقى اوميجا عشان التونه يعني انت كده يوصل لي الشكل الشكل ده انا بشكر حضرتك يا منى ماجده ونورتينا وميرسي جدا بجد طريقه كفته جديده بشكرك نورتينا وفكره جديده فعلا بشكرك ايدك مفيده وبكره وحلقه جديده والستات ما بيعرفوش يكذبوا